الخبر نقلا عن حزب الله الذي يقول بأنه استهدف موقع حدب يارون بقذائف المدفعية وحقق فيها إصابة مباشرة وفق تصريحات وبيانات لحزب الله. أيضا حزب الله كان قد قال في بيانين منفصلين إنه قصف لأول مرة مستعمرة إليت هشاحر بصواريخ كاتيوشم ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية على بلدة الكفور في النبطية. وأضاف حزب الله أنه أوقع قتلى وجرحى من الجنود الإسرائيليين في هجوم بمسيرتين انقضاضيتين على موقع المرج. أكدت مصادر طبية لبنانية استشهاد مواطن في غارة إسرائيلية على منطقة القدموس قضاء صور جنوبي البلاد. الجيش الإسرائيلي من جهته أصدر بيانا أعلن فيه أنه قتل حسين كاسب القيادي في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله في غارة على صور بحسب البيان. من الجليل العلا ينضم إلي أحمد جرادات، ومن جنوب لبنان جويس الحاج خوري. أبدأ معك جويس، بيان جديد لحزب الله واستهداف جديد على ما يبدو أيضا لمنطقة داخل الجبهة الشمالية في إسرائيل. نعم، هي سلسلة بيانات في الواقع زاهر تصدر في هذه الأثناء، ومنها أيضا بيان ينعى العنصر في حزب الله الذي استهدفت دراجته النارية واستشهد في إطلاق مسيرة إسرائيلية لصواريخ. ولكن أيضا أبدأ معك بهذه المشاهد لما تبقى من دخان غارة إسرائيلية على عيت الشعب. قبل قليل كانت هناك سلسلة غارات إسرائيلية هنا في القطاع الأوسط على عيت الشعب، عيترون ويارون، ولكن كذلك كما ذكرنا كانت هناك سلسلة بيانات لحزب الله عن استهدافات تمت في الساعات الماضية لمواقع في مرتفعات كفر شوبة، لحدب يارون وغيرها من المواقع الإسرائيلية. ولكن يبقى أن العملية الأبرز التي نفذها حزب الله اليوم هي ردا على الغارة على الكفور أو وادي الكفور في النبطية. وفي هذا الإطار قالت مصادر حزب الله للتلفزيون العربي أن استهداف مستعمرة إليت هشاحر للمرة الأولى بعدما كان قد تم استهداف القاعدة العسكرية لهذه المستعمرة يأتي أولا ردا على استهداف المدنيين وتأكيدا على القواعد التي أرسيت منذ 8 أكتوبر وحتى هذا اليوم، وتأكيدا أيضا على خطاب الأمين العام لحزب الله الذي حذر فيه الجانب الإسرائيلي من أن أي استهداف لمناطق خارج نطاق المواجهة وخط المواجهة الأمامي سيصار إلى الرد عليها باستهداف مستعمرات جديدة. وفي هذا الإطار أتى هذا الرد اليوم بعدما كان حزب الله قد استهدف مستعمرات أخرى وضم مستعمرات أخرى إلى خط النار أو إلى مواجهات التي أو الاستهدافات التي يقوم بها، وذلك أيضا ردا على توسيع الجانب الإسرائيلي لاستهدافاته. وبالتالي نحن اليوم أمام تكريس لهذه المعادلة التي تحدث عنها الأمين العام لحزب الله، توسيع رقعة الاستهداف عندما يوسع الجانب الإسرائيلي لرقعة الاستهداف، الرد باستهداف المدنيين عندما يستهدف حزب الجانب الإسرائيلي المدنيين. ويقول مصدر حزب الله في هذا الإطار أن هذه المعادلة هي محاولة لتجنيب المدنيين أي مخاطر وتجنب استهداف المدنيين مجددا. كما ذكرت هي سلسلة عمليات، سلسلة بيانات وسلسلة استهدافات واعتداءات إسرائيلية كان آخرها هنا في عيت الشعب في يارون وفي عيترون كذلك الأمر. الغارات الثلاث التي حصلت مؤخرا لم يسفر عنها أي إصابات، ولكن صباح هذا اليوم أو فجر هذا اليوم وفي الاستهدافات التي تمت في مركبة، مثلا الغارة على مركبة أدت إلى سقوط جريحين، وكان هناك استهداف للعديد من القرى والبلدات الجنوبية من الناقورة وصولا إلى شبعة اليوم في كفر حمام. أدت الغارة أيضا إلى اشتعال النيران في مساحات واسعة وصولا إلى أطراف رشية الفخار، وكذلك الأمر في عدد من القرى والبلدات اللبنانية التي استهدفت كذلك بقذائف الفوسفور زاهر. نعم، أذهب إلى أحمد جرادات في الجليل الأعلى. أحمد، أيضا آخر التطورات نرصدها وإياك حيث توجد.
يعني قبل قليل المجلس الإقليمي للجليل الأعلى أصدر تعليمات جديدة لسكان 14 منطقة في إصبع الجليل بالبقاء على مقربة من الملاجئ والمناطق المحمية وعدم الحركة إلا للضرورة وعدم التجمهر. هذه التعليمات جاءت بعد تقييم أمني للجيش الإسرائيلي، إذ يعتقد بأن حزب الله ربما قد يوجه صواريخه في الساعات المقبلة نحو هذه المناطق ردا على عملية الاغتيال التي حدثت في منطقة صور ظهر هذا اليوم، والتي تبناها الجيش الإسرائيلي وتحدث عن اغتيال قائد فرقة في وحدة الرضوان، وهي الوحدة الخاصة التابعة لحزب الله. مثل هذه التعليمات أيضا سبقت الهجوم على عيادة هشاحر، إذ أصدرت الجهات الأمنية الإسرائيلية تعليمات مماثلة لسكان تلك المناطق في الجليل الأعلى، وتلاها إطلاق 55 قذيفة صاروخية نحو عيادة هشاحر، إضافة إلى سقوط عدد منها في مناطق مفتوحة. الإطفاء الإسرائيلي أعلن عن تعامله مع أكثر من 10 نقاط اشتعلت فيها النيران، ولكن في الساعة الماضية تم السيطرة تقريبا على غالبية الحرائق التي اندلعت في الجليل الأعلى بعد سقوط صواريخ وشظايا الاعتراض. اليوم نتحدث أيضا عن تفعيل صافرات الإنذار لليوم التالي في منطقة كيلع شمالي الهضبة خشية تسلل طائرة مسيرة من لبنان، ولكن هذا اليوم على ما يبدو أنها فعلت بفعل تشخيص خاطئ وليس كما حدث بالأمس عندما سقطت مسيرة من مسيرتين على مقربة من موقع عسكري إسرائيلي في منطقة كيلع، فيما تم اعتراض المسيرة الثانية بصواريخ القبة الحديدية. نتحدث عن حالة من الترقب الإسرائيلي لإمكانية استمرار العمليات من قبل حزب الله، ولكن أيضا إسرائيل تواصل الهجمات على الجنوب اللبناني ولم تخفض حتى من حدة نيرانها، إذ باتت تصاعدها في الفترة الأخيرة من خلال الاغتيال الذي كان اليوم في صور أو الاستهداف والاغتيال الذي كان أيضا بالأمس أو حتى استهداف النبطية الذي أدى إلى ضحايا في صفوف المدنيين الموجودين في لبنان، والادعاء الإسرائيلي بأن الجيش استهدف مستودع للأسلحة تابع لحزب الله. هذا هو الادعاء الإسرائيلي، ولكن إسرائيل توقعت ردا على يعني استهداف المدنيين، وكان الرد نحو عيادة هشاحر. لا نعرف إن كان رد حزب الله قد انتهى بهذا الشأن أم ربما سيتلوه في الساعات المقبلة ردود إضافية في ظل التعليمات الجديدة التي أصدرتها أو أصدرها المجلس الأعلى المجلس الإقليمي للجليل الأعلى، وهو مجلس يضم يعني مجالس محلية لعشرات الكيبوتسات الواقعة على الحدود مع لبنان. أحمد جرادات من الجليل الأعلى، شكرا جزيلا لك، وأشكر كذلك جويس الحاج خوري من جنوب لبنان، شكرا لك.